هنبدأ بقى الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، والخاص بالوجبات الأسماك المملحة اللي كلنا أو معظمنا بناكلها في شم النسيم. الفسيخ والرنجة والملوحة من الحاجات المشهورة، والسردين المخلل من الحاجات المشهورة جدا جدا جدا، واللي الناس بتحبها قوي 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 على مدار العصور السابقة كلها. و طريقة إعدادها وطريقة أكلها ناس كتير بتعشقها، بس للأسف بتيجي كده مواسم نفاجأ بإن مثلا في غش تجاري حصل، بعض المصانع اللي تحت السلم، تحت بير السلم زي ما بيسموهم، بعض الناس اللي ما عندهمش أمانة بيجيبوا أسماك فاسدة ويخللوها، بينتج منها بعض حالات التسمم الغذائي. فإحنا عايزين بس نتناقش مع الناس، نقول لهم دلوقتي ازاي يختاروا الفسيخ الجيد، الرنجة كويسة، الفوائد بتاعة الحاجات دي هل ليها فوائد ولا ملهاش، طيب لو ليها فوائد ايه هي، طب الاضرار بتاعتها ايه هي. واحنا بنتكلم في المواضيع دي كلها طبعا هنتكلم عن الملح الزيادة، هنتكلم عن الاملاح، هنتكلم عن المسالك البولية. فاي سؤال عايزين تسألوه عن اي مرض من امراض المسالك البولية، عن الحصوات، عن الأملاح، عن البروستاتا، كل ده برضك هنجاوبه وإحنا في خلال الحلقة. بس الموضوع الرئيسي بتاعنا هيكون الأسماك المملحة، الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة. هل يا ترى في الحاجات دي ليها فوائد ولا ملهاش فوائد؟ طب إزاي نختارها؟ نمرة واحد، يستحسن إن الفسيخ والسردين دول يتعملوا في البيت. الموضوع سهل جداً، موضوع انك بتجيب سمك بوري كويس او سردين كويس يكون طازة، وبيتملح تمليح كويس جدا جدا جدا، ويتقفل عليه لمدة 15 ل 21 يوم، بيطلع فسيخ رائع. الناس اللي مش بتستسهل وعايزة تشتري حاجة من الاتنين، يا اما نتوجه لمحلات تكون محلات قديمة ومفاتحة بقالها كتير وفي اماكن ظاهرة، بلاش نروح نشتري الفسيخ والرنجة من أماكن صغيرة، من محلات بقالة، من محلات أول مرة تفتح وتبيع الحاجات دي، لأن للأسف بساعات بيتعاملوا مع موردين للحاجات دي بتبقى كلها حاجات فاسدة. طيب المنظر الفسيخ، لازم تكون السمكة بتاعت الفسيخ البوري دي تكون مشدودة كويس، ما تكونش عينيها مفعصة أو دبلانة، تكون الفسيخية كلها ريحتها كويسة بعد ما تتخلل. من مهم طبعا جدا 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 ان لما نفتحها نلاقي ان بطنها كويسة، ما هياش مفعصة، ما فيهاش مواد سودة كتيرة، بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان دي كويسة. دي بنتكلم على السمكة كسليمة. طيب لما بقى نيجي نشوف السمكة دي اتخللت صح ولا لا، يعني بقت فسيخ صح ولا لا، لما يتفتح السمك الفسيخ مهم قوي 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 ان اللحم بتاعته درجة الحمار بتاعه ما يتبقاش زايدة قوي. تاني حاجة ان يكون طري جدا 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 وسهل فصله عن الجلدة الخارجية. تالت حاجة انه ما يكونش السلسلة اللي في النص لازقة فيه جامد، لان ده معناه ان هو لسه ما تمش ان هو يتخلل كويس. فدي حاجات بتورينا اذا كانت الفسيخه دلوقتي دي سهله ان احنا ناكلها ولا لا لسه فيها مشكله، كانت يستحسن انها تستنى شويه قبل ما تتخلى. بالنسبه للرنجه، الرنجه طبعا معظمها يا ريت كلها تتجاب من محلات وسوبر ماركتس، كلها حاجات نظيفه وكويسه. في انواع دلوقتي تبقى كل رنجايه معلبه في كيس لوحده، او بيبقى كلهم معلبين في صناديق خشب. كل ما كنا شفنا اصل الحاجه اللي بنشتري منها، يعني ما نشتريش الرنجه من غير ما نعرف دي طالعة من ايه، لا نشوف العلبة اللي احنا طالعة منها، اذا كان كرتونة او اذا كان صندوق خشب، او نشوف الكيس ونشوف تاريخ الصلاحية، مهمة قوي قوي قوي، لان في ساعات بضاعة بتبقى بقى لها سنتين وثلاثة مركونة وبينزلوها مع المواسم، فدي مهمة جدا جدا ان احنا نشوفها. طيب هل في فوائد للرنجة؟ الناس بتقول انا بحب الرنجة جدا، هل في فوائد للرنجة؟ الرنجة يا جماعة بتحتوي على كميات كبيرة جدا جدا من الاحماض الامينية والاحماض البروتينية، هكلمكم عليها بس بعد ما نتلقى التليفون الاولاني. معانا استاذ ربيع. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ ربيع، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. انا طيب يا باشا. اتفضل يا استاذ ربيع. ردت عين من الكيلون. وطي التلفزيون بس خالص واسمعني من التليفون عشان اعرف اسمعك. ماشي. زوجتي بتعاني من الكيلون. اه فبتعبها، يعني
يتوديه للدكتور الدعلق وبعد كده يرجع لتاني. عندها كم سنة؟ عندها 19 سنة. 19 سنة ده لسه صغيرة يعني. ماشي اوكي. ايوه صغيرة. طيب خلاص ماشي تابعنا ونقول لك نعمل ايه تحت امرك. ماشي شكرا. يعني طبعا الانتفاخ القولون من الحاجات اللي منتشرة قوي 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 هنا في مصر وفي الوطن العربي. بيطلق عليه ساعات التهاب قولون، بيطلق عليه ساعات قولون عصبي. بس مبدئيا عشان نكون متفقين لازم الاول نتاكد ايه سبب انتفاخ القولون. انتفاخ القولون ممكن بيكون دي اسباب راجعه لالتهاب فم المعده، التهاب المراره بيكون مصاحب معاه انتفاخ قولون. الناس اللي عندهم امساك مزمن بيكون عندهم دايما انتفاخ في القولون. الناس اللي عندهم بعض الامراض زي الهيليكوباكتر بكتيريا اللي هو بيسموها الجرثومه الحلزونيه برضك بيكون عندهم التهاب في القولون. المرضى اللي عندهم بعض الامراض زي الكولينز اللي هي امراض التهاب المناعه بتاعه القولون برضك بيكون عندهم التهاب او انتفاخ في القولون. اسباب كتيره قوي قوي ممكن تؤدي لانتفاخ، منها طبعا الحاله النفسيه. بس مش اول ما حد يتعب نقوم نقول له القولون بتاعك ده قولون عصبي وده سببه ان انت اتنرفزت. لا، ندور على الاسباب الاول، يعني نشوف البكتيريا الحلزونيه دي لو موجوده، تحليل بيتعمل تحليل هايف قوي، لو موجوده بتتعالج بيتحسن او انتفاخ القولون. لو حد عنده الام في المراره او حصوات في المراره برضك يا اما المراره بتتشال كلها لو فيها حصوات، يا اما لو فيها التهاب بياخد علاج، بس بياخد علاج لمده شهر كامل برضك بيتحسن جدا القولون. الناس اللي عندهم التهابات مناعيه في القولون طبعا ربنا يا رب يشفيهم، بيكون لهم علاجات بكورتيزون وحاجات زي كده، بس دي برضك لما بياخدوا جرعات صح بيتحسنوا جدا جدا جدا. طيب الناس العاديه بقى خالص، واحد عنده قولون ومنتفخ تمام وما عندوش اي اعراض تانية، ممكن يكون قولون عصبي، ممكن يكون من طبيعه الاكل اللي هو بياكله، واساسا معظم القولون بيجي من طبيعه الاكل. بمعنى الناس اللي بتاخد حاجات محمره في سمنه وزيت بكميات كبيره لازم هيجي لهم قولون، هينتفخ القولون عندهم. الناس اللي بتاكل الاكل بتاع اللي هو بيسموه جانك فودز او فاست فود اللي هي السندوتشات اللي بتتباع من بره في جاهزه وبتاعت بانيه وبتاعت فراخ وبتاعت حاجات زي كده والماركات اللي بنقعد نسمع عنها دي برضك دي كلها نتيجه المواد الحافظه المحطوطه عليها المستارده والمايونيز والكلام زي ده والاليه في زيت متكرر كذا مره لازم هيجيب التهاب او انتفاخ في القولون. الانسه طبعا الصغيره دي اللي عندها 19 سنه واضح جدا ممكن يكون عندها يا اما طبيعه اكلها ما بتاكلش خضروات فريش، يعني لازم تاكل خس وجرجير وطماطم سلطه على الاقل مره او مرتين في اليوم. لازم تبتعد تماما عن الحاجات المحمره، مثلا البطاطس المحمره والبانيه المحمر والحاجات دي، الحاجات المحمره في سمنه وزيت بكميات كبيره لان برضك دي هتتعب لها القولون وهتبقى مشكله كبيره قوي قوي قوي. تحاول تشرب ميه كتير، الميه الكتير بتحسن الهضم فبتودي انتفاخ القولون. دخول الحمام لازم يكون بانتظام على الاقل مره او مرتين عشان تعمل براز، برضك ده بيحسن انتفاخ القولون. ما تحاولش تسيب البراز فيها يوم ويومين، يعني لو عندها امساك لازم تتعالج كويس. دي حاجات بسيطه اساسيه، انما بعد كده بقى طبعا بعد ما نعالج كل الكلام ده اعتقد ان الحكايه دي هتتحسن بطريقه كويسه جدا. لو استمرت بعد الحاجات البسيطه اللي احنا قلناها دي ومشيت على النظام الغذائي ده مثلا اسبوع اسبوعين ولسه القولون بيلتهب، هنضطر بقى تروح لدكتور جهاز هضمي، هتبدا تمشي على ادويه تهدي انتفاخ القولون وتهدي انقباضات القولون. بس الاساس كله في العلاج هو طبيعه الاكل وشرب الميه. معانا استاذه سحر. الو السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا استاذه سحر. اهلا يا دكتور. بقول لحضرتك يا دكتور السؤال. اتفضلي. السؤال يا فندم، حضرتك عندنا ديدان في البراز، ديدان مع احنا بنحس بيها في فتحه الشرج وعملنا تحاليل قبل كده وطلع فعلا في ديدان. يا دكتور السن قد ايه الاولاد او انتوا كلكم سنكم قد ايه؟ طبعا يا فندم الزوج 55. ايوه. انا 45. ايوه. الاولاد بقى من 6 سنين ومعايا في الجامعه، يعني لا في سته ابتدائي ومعايا في الجامعه. اوكي. ومعايا اطفال 2 كمان، رابعه ابتدائي واولى ابتدائي. ممتاز. اوكي بصي بقى حضرتك، هقول لك حضرتك نعمل ايه. تابعينا من التلفزيون وهقول لك نعمل ايه تحت امر حضرتك. ديدان فتحه الشرج، ما دام الديدان موجوده لازم دايما، هي طبعا يعني هي كنت هسالها هل موجوده عند حد تاني من الاسره ولا لا، لان طالما موجود ديدان عند فرد في الغالب الاسره كلها بتتعدي.
طيب الديدان دي معظمها بتبقى فعلا بتتحس عند فتحه الشرج، والبيض بتاعها اكتر بيبقى حاجه زي صغير زي السمسم الصغير قوي 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 قوي، بيتشاف بالعين عند فتحه الشرج. اوكي، العلاج للاسف ما بيجيبش نتائج، نتيجه ان هم الناس بتعتقد ان العلاج مجرد الدكتور كتب لهم مجموعه الاقراص اللي بياخدوها، تمام، مركبات المترونيدازول دي مشهوره جدا كلنا بناخدها، وبعد ما ناخدها للاسف شهر او اسبوعين او ثلاثه ويرجع تاني الديدان تاني. ليه؟ لان هي المشكله مش في انك تاخد العلاج، لا، المشكله ازاي طريقه النظافه لما ناخد العلاج. يعني بمعنى الديدان دي بتتنقل ازاي؟ بتتنقل عن طريق ان هم نمره واحد ممكن عن طريق الملايات، وهم نايمين البيض ده بيخرج بالليل اثناء النوم وبيبقى موجود على الملايه اللي هم نايمين فيها والغطا والفرش، فطبعا ما بيتغسلش في الكوفرتات والبطاطين والحاجات دي، فحتى لو خدوا العلاج يرجع تاني يتنقل لهم تاني لانه بيخش عن طريق الفم. نمره اتنين عدم النظافه، الضوافر الطويله زمان كانوا لازم يمشوا يتمموا في المدارس على ان الضوافر تكون قصيره خالص مقصوصه تماما، دلوقتي بقت يعني عاده سيئه انك تلاقي الاطفال ولاد وبنات مطولين ضوافرهم معرفش ليه، مع انها بتشيل كميات رهيبه جدا من البكتيريا والفطريات والقرف كله. فطبعا البكتيريا بتيجي من فتحه الشرج عن طريق بتخش جوه الاماكن بتاعه الضوافر، ومهما يغسل ايديه طبعا بتبقى البيض بتاع الديدان موجود، مجرد ان هو بيبلع حاجه بياكل حاجه بيحط ايده في بقه البيض ده بيخش تاني فيبدا تاني يكون ديدان تانيه. فللاسف اللي عشان اللي تتم النظافه صح، نمره واحد البطاطين والكوفرتات والملايات، لو هنبدا كورس علاج اقراص لازم قبليها الثلاثه دول لازم يتغسلوا، البطاطين والكوفرتات والملايات والمخدات كل ده لازم يتنظف. نمره اتنين الحمامات لازم كلها تتنظف بديتول مره واحده في اليوم على الاقل. نمرة اتنين جميع الضوافر تتقص خالص تماما، وتتقص بانتظام مش تتقص مرة واحدة ويسيبوها بعد كده شهر، بانتظام كل شوية تتقص ضوافرهم كل العيلة رجالة وستات لازم يتشال الضوافر تماما، تمام. نمرة تلاتة غسيل الايدين قبل الاكل ضروري، بدل العيلة دي عندها ديدان لازم يبقى قبل كل ما ياكلوا اي حاجة لازم يغسلوا ايديهم بمية وصابون كويس قوي قوي قوي. نمرة اربعة الملابس الداخلية، ملابس الداخلية كلها تتغلي على درجة 100، الغسالات بتغلي عند 90، لا هما يحطوها في أي حلة أو إناء على النار وتتغلي فترة بالصابون سايل بأي حاجة لغاية ربع ساعة غلية، الكلام ده بيقتل البيض اللي موجود في الملابس الداخلية، هيمشوا على الغلية دي على الأقل مثلا أسبوعين أو ثلاثة لغاية ما يقضوا على كل البيض بتاع الديدان دوا. بعد كده الإقراص المترونيدازول دي مركبات موجودة أي دكتور ممكن يكتبها لهم، طبعا مع اختلاف الجرعات عشان السن من 55 لغاية 6 سنين فيختلف الجرعات في ان هم ياخدوها، بس الاحتياطات دي لو اتعملت صح ان شاء الله مش هيرجع لهم ديدان تاني. معانا استاذ محمد، الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا استاذ محمد. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. ايه سؤال حضرتك؟ انا كنت من فتره كده يا فندم كنت بعاني كده من حرقان على طول في المعده. تمام، فالحرقان دوت بقاله فتره كده رايح، يعني راح الحمد لله فين وفين لما جينا الحمد دلوقتي الحمد لله تمام. فدلوقتي يا فندم في على طول تكريع على طول، كل ما اكل او اشرب لازم اكرع كتير قوي. اوكي، بقالك قد ايه؟ بقالي بتاع حوالي 5 شهور على الوضع دوت. اوكي، حاضر، عينيا، شكرا دكتور. تحت امرك استاذ محمد. طبعا حرقان في فم المعده ليه اسباب كتيره قوي قوي قوي، اللي هي التهابات فم المعده والتهابات المريء، ممكن تكون نتيجة بياكل حاجات حد حراقة كتير قوي، شطة كتيرة، مخللات كتيرة، ممكن يكون بعض الأكلات اللي تكون كانت سخنة قوي 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 قوي، بس المفروض الحاجات دي كلها بتخف في خلال يومين أو ثلاثة من غير علاج، يعني مجرد أنه هو خلص الأكلة دي أو الحاجة الحراقة اللي كلها يومين أو ثلاثة لو المريء سليم والمعدة سليمة بيخف على طول. بعض الناس بيبقى عندهم العصارة زايدة شوية، بيبقى عندهم ارتجاع في المريء، فهي دي اللي بتجيب الحرقان بتاع فم المعدة أو المريء. هو الحمد لله بدأت الحرقان يقل، بس عنده دلوقتي للأسف عنده دلوقتي في ان هو بيتكرع كتير او بيتجشأ كتير، دي معناها ان هو عنده عدم سوء هضم، يعني في سوء هضم موجود وعدم انتظام في الهضم بتاعه، فده طبعا لازم اجباري يعمل تحليل البكتيريا الحلزونية اللي قلنا عليها الهيليكوباكتر بكتيريا دي، تحليل بسيط او بيتعمل يبين اذا كان عنده ولا لا. ونمره اتنين لازم ياخد مطهر معوي، طبعا مش هو هياخده الدكتور هيكتبه له، بحيث ان احنا ننظف القولون
ونتاكد ان مفيش بكتيريا حلزونيه في المعده، لان طالما في تجشؤ بكميات كبيره قوي كده معناه ان هو في سوء هضم او بكتيريا موجوده في الجهاز الهضمي مع وجود عدم انتظام في الهضم بتاعك. معانا استاذ سعد. عليكم السلام يا استاذ سعد، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. دلوقتي انا كنت عامل عمليه حصوه من سنتين. حصوه فين؟ كلية. كلية اليمين ولا الشمال؟ اليمين يا دكتور. اوكي ماشي. ف بقالها سنتين اثنين اهي. اعملها فتح ولا منظار؟ فتح ولا منظار؟ منظار. منظار، كويس كويس. ماشي. وركب لي دعامه، الدعامه فضل شهر وبعدين شالها. شالها ماشي. فجيت بعدها يعني السنه دي بحس ان جنبي بيوجعني، في حصو هري، حصو بينزل حصو معاك في البول. في الميه. كويس. بقاله شهر واحد مش كده؟ بقاله من شهر، يعني بقالي سنتين اثنين عاملها. انا فاهم، بس دلوقتي بقالك شهر في حصو صغير بينزل في البول. في حصو بينزل في البول، فمش عارف بقى من اكل الطماطم ولا من اكل اللحوم ولا من اكل ليه اكل معين ولا. طيب سؤال، عملت اخد دواء اكل مثلا الحاجات دي؟ هجاوبك بس جاوبني الاول. حضرتك دلوقتي بعد ما لما جالك من شهر حصوات بدات تنزل، كان في وجع في اي جنب من جنابك الاثنين؟ في جنب في اليمين بيصبوا في الحالب، بيصبوا في. طيب في اعلى الحالب كده. طيب عملت اشعه تلفزيونيه تشوف في حصوات ولا؟ ما عملتش حاجه بس بحس ان في هري حصو تنزل. طيب حاضر. لما شفتش الحصو بعينك؟ نعم. شفت الحصو بعينك وهو نازل؟ شفته وانا مسكته بايدي. خلاص ماشي. بيتهري كده يا دكتور في ايدي. خلاص حاضر، عينيا الاثنين. انا هقول لك دلوقتي تحت امرك، تابعنا من التلفزيون وهقول لك. طب والنبي يا دكتور، تشوف مثلا ايه؟ لا الطماطم مثلا حضرتك بتقول الفرقه تاكله كل يوم، لا يقل عن طبق سلطه. هقول لك دلوقتي، ما تقلقش والله، هقول لك على حكايه الطماطم. تحت امرك، تحت امرك. ماشي يا باشا، ماشي يا شكرا. العفو. استاذ سعد عنده كانت حصو او شالها الحمد لله بالمنظار، وعملوا له دعامه فوسعوا الحالب، فالحالب بتاعه بقى واسع. بدا دلوقتي من شهر بدا يكون حصوات، وبدات تنزل الحصوات دي، وبتبقى حصوات كانها حصوات رمليه، لما بيضغط عليها كده بتتفتفت في ايديه، ما هياش قويه. فدي في الغالب بتبقى حصوات حمض البوليك، يعني املاح البوليك اللي هي اليوريك اسيد، هي دي الحصوات بتاعتها. طيب هو سال سؤاله، هل في اكل معين ممكن يمنعه زي الطماطم مثلا؟ عشان هم الناس دايما يعني جرى العرف، الناس لما بتنصح بعض يقولوا ده الطماطم هيجيب لك حصوات ما تاكلهاش كتير، ده مش عارف ايه ما تاكلهاش، اللحمه ما تاكلهاش كتير هتجيب لك مش عارف حصوات. الطماطم اللي انا بقول لما بتعمل طبق سلطه ليك او لعيلتك بيبقى فيها ثلاث طماطمات حاجه زي كده، انما احنا اللي انت خايف منه، الناس زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها عصير طماطم، يعني يشرب شوب طماطم كده، ده بيبقى حوالي 6-7 طماطمات ويروح عصرهم ويروح شاربهم. هو ده اللي كنا بنقول للناس ما تعملهوش، بس لما الكلام اتنقل من حد لحد لحد ما قالوش بقى كده، قالوا لا ما تاكلش طماطم خالص. الطماطميه اللي هتتقطع على السلطه دي ولا تاثر ولا تعمل، هي بتعمل حاجه اسمها املاح الاوكزالات. دي مش الحصوه اللي عندك، الحصوه اللي عندك رمليه بتتفتفت، فما هياش املاح الاوكزالات. املاح الاوكزالات الحصوه بتاعتها بتبقى صلبه جدا ولونها بني وجامده جدا زي الزلطه، فدي مش هي. بالنسبه لحضرتك، ما دام الاملاح عندك الحصوات بتتكسر كده، اولا ما ينفعش نقول انا عندي حصوات بشوفها نازله، ده كرم كبير من عند ربنا، انما ما ينفعش ان احنا ما نعملش اشعه تلفزيونيه نتاكد ان ما فيش حصو تاني فوق في الكليه مزنوق، ما ممكن يكون في حصوتين ثلاثه فوق، فلازم نبدا نشوف نتاكد هل في حصوه في الكليه ولا لا. هنعمل اشعه تلفزيونيه على البطن والحوض، دي مهمه جدا، ونعمل تحليل بول وتحليل حمض البوليك، حاجات رخيصة جدا وموجودة في كل مكان وبسيطة جدا. طيب في الغالب هيطلع حمض البوليك عندك عالي، وهيطلع دي أملاح أو حصوات حمض البوليك. طيب إيه الأكل اللي بيزود حصوات حمض البوليك؟ للأسف في رمضان كل سنة وإنتوا طيبين، كل الناس لازم تتسحر بفول، وساعات حتى بيحطوه على الفطار. فالفول أو البقوليات بصفة عامة، الفول والعدس والكشري، كل الحاجات البقوليات بتزود حمض البوليك بكميات كبيرة. واحنا كنا في حلقه سابقه في اول رمضان قلنا يا جماعه لو سمحتوا الناس اللي عندها اللي كونت حصوات واللي عندها املاح واللي عندها املاح حمض البوليك، الناس اللي زي دي لازم تحلل قبل رمضان وتتاكد حمض البوليك قد ايه نسبته،
ونبدا ناخد علاج، ما دام هناكل فول لازم ناخد معاه علاج يساعده شويه على انه يتهضم وينزل. علاج اللي هو ماده الالوبيرونيل، ده ماده عشان تساعد ان حمض البوليك يخرج مع البول، ودي متوفره والناس كلها عارفاها يعني الاسم التجاري بتاعها. هو في الغالب لازم هيعمل تحليل حمض البوليك نعرف. طب ايه الاكل بقى اللي بيزوده؟ قلنا الفول من الحاجات الاساسيه اللي بتزوده. لما الناس تيجي تقول اللحمه، طبعا زمان كانت الناس ايام الملوك والكلام ده كانوا بياكلوا، ممكن مثلا الراجل ياكل فخده لوحده، ياكل نص خروف لوحده، ياكل ديك روم لوحده. حدش دلوقتي بيعمل الكلام ده، دلوقتي اقصى حاجه بياكل قطعتين لحمه قد كده وهو صغيرين، او صدر فرخه، او حتى لو يعني هياكل نص فرخه كلها على بعض. كل الكلام ده مش هو الحاجه اللي ترفع جامد قوي كميه حمض البوليك. يعني ما يجيش حد يقول لي انا منعت اللحوم خالص عشان عندي حمض البوليك عالي. لا، انت ممكن تاكل قطعه لحمه عادي في الوجبه بتاعتك مش هيزود حمض البوليك. انما ممكن مثلا تيجي تقول لي انا بشرب فنجان وفنجانين قهوه، فنجان القهوه بقطعتين لحمه، مش يعني انت قصاد فنجان القهوه ده انت منعت نفسك من حاجه حلوه طعمها حلو وممكن تنبسط لما تاكلها. فاحنا الحاجات اللي بترفع حمض البوليك القهوه الزائبه سريعه الذوبان اللي هي الحاجات اللي معروفه اللي هي الناس كلها دلوقتي عماله تشربها، المكسرات بكل انواعها، خصوصا ان في ناس كتير في رمضان بيحبوا دايما يحطوا على الاكل مكسرات. المكسرات مش لازم لوز وفستق وبندق، ممكن يكون السوداني، ما السوداني ده بردك في حمض البوليك. اللب، المكسرات، كل انواع اللب بكل انواعه بردك في حمض البوليك بنسبه عاليه جدا. الحمص اللي بيتحط على معظم الاكل لان ده كله ذات فالقتين. فاللي احنا بنتكلم عليه اللوبيا، الفاصوليا البيضاء، كل الكلام ده يا جماعه لو سمحتوا اللي هي بيطلق عليه كل ما هو ذات فالقتين او بقوليات، كلها حاجات بتزود حمض البوليك. فيا ريت الناس بس ما تجيش زي استاذ سعد كده ما يقول لي انا مش هاكل سلطه عشان حضرتك قلت ان الطماطم بتجيب الطماطم الناس قالوا لنا بتجيب املاح. لا، كل سلطه عادي خالص، طبق السلطه فيه طماطمايه اتنين مش هيضروك خالص بتاتا. انما في المقابل مثلا ما تجيش تشرب قهوه بكميات كبيره، ما تجيش تشرب شاي بكميات كبيره. الشاي فيه مثلا يعني انت بتتكلم على الطماطم عشان فيها اوكسالات، الباكت بتاع الشاي، الشاي الفتله ده الباكت بتاعه اللي بيتحط دوت، لما يتحط نص دقيقه 30 ثانيه في كوبايه الميه المغليه ده بينزل 75 مللي جرام اوكسالات، اوكسالك اسيد، اللي هي الاملاح اللي زي املاح الطماطم. طيب لو سبته دقيقه واحده في الكوبايه الباكيت دي سبتها دقيقة واحدة بتنزل 125 جرام اوكسالات، مللي جرام اوكسالات. معنى كده اللي انا بقوله ايه؟ معنى كده ان انت باكيت واحد شاي ممكن يقضي لك كمية الاوكسالات اللي جسمك كله محتاجها طول اليوم اللي هي 125 مللي جرام. طب ما انت اي شاي تشربه تاني بعد كده هيعتبر ان ده فيه املاح اوكسالات زايدة وما بستفادش بيها، بالعكس ده انت زايدة وعمالة تنزل في البول فتكون ممكن حصوات. يبقى دايما نبتعد على الحاجات الوحشه مش الحاجات الحلوه. يعني الطماطم الحاجات الحلوه ناكلها عادي خالص، الملوخيه ما هو الملوخيه جميع الاوراقيات بتفي اوكسالات، الملوخيه والسبانخ والكلام ده كله ماشي، بس هو الواحد ما بياكلش كل يوم ملوخيه، فاهمين؟ فبلاش نيجي نروح مانعين نفسنا من حاجه مهمه واحنا كل يوم بنشرب قهوه وكل يوم بنشرب شاي ونقول لك دي حاجه عاديه، ده مش عارف ايه، لا. نركز في احنا نمنع ايه وما نمنعش ايه. الفول، الناس اللي عندها حمض البوليك عالي قوي 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 يعني مش لازم كل يوم فول، ممكن ياكل يوم فول، تاني يوم ياكل بيض وجبنه، تالت يوم ياكل جبنه قريش بس، رابع يوم يرجع تاني ياكل فول، وما فيش حاجه اسمها اصل ده مسمار البطن، اصل هو ده اللي بيمسكنا، اصل واحد من غيره ما ينفعش. لا، لو سمحتوا بعد اذنكم الحناس اللي عندها املاح وحصوات، وبكرر تاني احنا فضل ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين 8 ايام اهو على رمضان يخلص. مهم قوي 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 الناس دول لو سمحتوا بعد اذنكم تحاول تقلل كتير قوي 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 من املاح حمض البوليك اللي هي الفول والمكسرات واللب والسوداني والحمص والقهوه والشاي والحاجات دي. اوكي، معانا استاذه نجوى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذه نجوى، منورانا. الله يكرمك ويحفظك. طيب حضرتك، انا عندي القولون تعبني جدا. ايوه، لو قلت اي حاجه بتعب. بقالك كام سنه على الموضوع ده؟ بقالي كتير، عندي القولون عصبي. يعني كام سنة؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ هو أنا عندي 40 سنة، هو بقالت معايا بتاع 10 سنين كده. ربنا يديك الصح، ربنا يديك الصح. طيب بيتعبك لما بتاكلي أكلة دسمة ولا عادي كده من غير الأكل عادي ممكن يتعبك؟ هو بيتعصب على أي حاجة. لا، سيبك من بيتعصب، خلي بيتعصب دي على جنب. لا، أنا بتكلم دلوقتي لو جيتي مثلا كلتي أكلة دسمة
حاجه محمره في سمنه او زيت، حاجه فيها بصله، حاجه فيها صلصه، الزيت مقصر، الحاجات دي بتنفخه صح؟ بتنفخ جامد. انما لو انت مثلا قاعده النهارده مثلا اتسحرتي بالليل زبادي، وتاني يوم طول النهار ال 10 12 ساعه اللي هم قبل الفطار، هل القولون بيقوم عليكي؟ لا هو مش بيقوم عليا، بس بحس بقى بهبوط، بحس بتعب جامد قوي. ماشي، انما القولون ما بينتفخش غير بعد الاكل صح؟ بيتنفخ بعد. تحت امرك، حاضر هرد عليكي تحت امرك. معانا استاذ حسن. الو السلام عليكم. وعليكم. اهلا وسهلا استاذ حسن. بقول لك يا سيادتك، عندي سعيد عنده 11 سنه. ايوه. عنده بطنه كده من عند السره كده مغص مغص بقاله 20 يوم شهر كده. المغص ده مستمر على طول النهار ولا في اوقات معينه؟ يعني في اوقات معينه، يعني عند عمايل الحمام، دخول الحمام. ايوه. حمام المايه ولا البراز؟ لا حمام البراز. طبعا عملت له شعب التبغ، عملت له شعب السونار. الحمد لله ما فيش حاجه. كويس. فالدكتور دي اخر حاجه بيقول ان عنده حاجه في الامعاء الدقيقه تقريبا. لا ان شاء الله ما فيش ما تقلقش. حاضر. بديله علاج وما فيش فايده برضه يا دكتور، والله مش عارف نعمل هو بيعمل براز كل كام يوم؟ يعني بيعمل كل، كان الفتره قبل كده قبل العلاج ده كان بيعمل مثلا كل يومين ولا حاجه. دلوقتي بيعمل كل يوم. ممتاز. حاضر هقول لحضرتك نعمل ايه. تحت امرك. تابعنا من التلفزيون. هنبدا باستاذه نجوى. استاذه نجوى طبعا في العاده قالت ان عندي قولون عصبي، زي ما قلنا كلنا ان اي حد بيتكلم بيقول انا عندي قولون عصبي. القولون عصبي بس عشان نتفق، زي ما اتفقنا كلمه قولون عصبي لازم ده نخليه اخر حاجه بعد ما نشوف كل الاسباب الاولانيه. لما سألناها اتضح ان هي في فترة الصيام الحمد لله القولون ما بينتفخش وما بيعملش اي مشاكل، معنى كده ان ده مش قولون عصبي، ده قولون بينتفخ نتيجة الاكل المحمر اللي فيه سمنة وزيت وصلصة وحاجات مسبكة. يبقى معلش العلاج بتاعنا علاوة على ان احنا ممكن ناخد اقراص تهدي القولون شوية وتهدي انتفاخات القولون، ودي متوفرة في كل حتة اي دكتور ما ممكن يكتبها لك. انما اهم من ده كله ان لازم نبدا ناكل اكل يكون كميه الدهون والشحوم والزيوت فيه قليله، يعني بدل ما نقل الحاجه في سمنه وزيت ممكن ندخلها الفرن، دي هتطلع حاجه احسن واقل شويه ومش هتنفخ القولون. نحاول قد ما نقدر واحنا بنطبخ ما نستعملش السمنه المهدرجه والسمنه الصناعي والكلام زي دوت، والزيوت كلها دايما نحاول على قد ما نقدر ممكن نطبخ يا اما بالزبده العاديه خالص من غير ما تتسيح، يا اما نقلل خالص وناخد جزء بسيط من زيت عباد شمس مع جزء بسيط من السمنه، بس ما يبقاش كميات كبيره قوي عشان ما تتعبش القولون. بالنسبه للاستاذ حسن ابنه سعيد عنده 11 سنه بقاله 20 يوم عنده مغص من عند السره. لو هو في حاجه زي ما الدكتور قال لك في الامعاء الرفيعه دي كان لازم يبقى حاجه بقالها معاه 6 7 8 سنين، ما هياش حاجه طارئه. انما المغص ده سببه كان حاجتين، السبب الاولاني زي ما حضرتك زي ما انا سالتك قلت لي ان هو قبل كده قبل العلاج كان بيعمل كل يومين او ثلاثه براز. فطبعا البراز الناشف بيجمع وراه غازات، الغازات بتبدا تدور حوالين المنطقه بتاعه الصوره دي من جوه في المصارين، فاللي بيحس بتقلصات شديده جدا جدا جدا. لما بتبدا بطنه تمشي بطريقه طبيعيه هيبدا التقلصات دي تقل، لان البراز كله هيخرج والغازات اللي كانت محبوسه في القولون وفي الامعاء الرفيعه هتبدا كلها تخرج. هتاخد اسبوع اسبوعين من العلاج وبعد كده هتبدا تتحسن. انما الاهم من ده كله بقى مش فارق معايا دي، انا فارق معايا ان هو طبيعه اكله. يا جماعه خلي بالكم ان البراز اللي فيه امساك ده معناه ان طبيعه الاكل بتاعته غلط، يعني ممكن يكون بياكل اكل من الشارع، ممكن يكون بياكل اكل مش مغسول كويس، ممكن يكون بياكل اكل كله نواشف، رز ومكرونه وعيش وجبنه ومش عارف ايه، وما بيحاولش ياخد اي نوع من انواع السلطه، اي نوع من انواع الخضار، لان في اولاد كتير قوي قوي يقول لك اصل ابني مش متعود ياكل اي خضار، اصل ابني ما بياكلش سلطه، اصل ابني ما بياكلش كذا. لا، لو سمحت ابنك ده بالذات 11 سنه يعني في سن البلوغ، لو ما كانش هيبدا يبقى يعني يوعى لنفسه كده كويس قوي وتبدا مامته كده تاكله اكل صحي، للاسف هيبدا يتقوقص، يعني يبقى قزم صغير في الحجم، عضلاته ضعيفه، عظامه ضعيفه، ويبدا يجي له هشاشه عظام. ده سن البلوغ، لازم نهتم كويس قوي 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 بكل مفردات الاكل، يعني ياكل سلطه وياكل خضار
وياكل لحوم او سمك وياكل فراخ وياكل عيش وياكل مكرونه، ما يبقاش حاجه واحده بس هو اللي مركز عليها وسايب الباقي كله، وياكل فاكهه، الفاكهه كمان مهمه جدا جدا جدا. ويخش الحمام، مهم قوي انه لازم يخش الحمام يعمل براز على الاقل مره ان ما كانش مرتين في اليوم، ويكون البراز ما هواش امساك او ما هواش بيتعبه في اثناء النزول. طول ما البراز بيتعبه هيدانه عنده التقلصات دي، لان بيحجز غازات وراه وتتكون وراه، فبتعمل مشاكل كتيرة جدا جدا في القولون. ده الملخص لكل الناس، ان الامساك بيعمل تقلصات في القولون وبيعمل مصارين تبقى تعبانة ويبدأ فيه الام شديدة. معنا استاذ رضا. الو، السلام عليكم. السلام الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ رضا، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا دكتور، وانت طيب يا معالي باشا. امرني يا باشا. الله ما يموتش عليك سلام يا باشا، كل سنة طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة والخير، ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب احنا الامر لله ما هوش عليك وحش يا باشا. ايه سؤالك؟ سؤالي انا دايما ترفض عندي حسو ودايما عندي املاح يا دكتور. عندك حسو فين؟ في الكلى؟ بيجي لي حسو كتير باستمرار كل سنه. في الكلى مش كده؟ اه. ان اتنين ناحيتين ولا ناحيه واحده؟ لا في ناحيه واحده، وبينزل على الحالب بنزله بس بينزل بيجي لي كل سنه. انهي ناحيه؟ لا بيبقى على الناحيه واحده اللي هي اليمين. اليمين، اوكي. وطبعا انا كل شهر كده على الناحيه اليمين. ايوه كل شهر بينزل شويه حصوات، اوكي. طيب انا عندي دلوقتي املاح كتير، لما دايما تبص تلاقي دايما عند عند الحالب كده، عند الحالب بيعمل بتاعه زي البلحه كده وبتقف الميه تتعبني بقى، وتعمل عندي زي مغص جامد بقى، بلعج مكرونه بلعج شهر كده او اثنين. عندك كام سنه؟ عندي 57 سنه. ربنا يديك الصحه. حاضر عينيا. ودايما دايما انا 57 سنه يا دكتور. اوكي ماشي. طب دايما زي تتكرر كل شهر كده البتاعه دي بتكبر عند الحالب كده زي البلحه كده. طب هي لك ايه ولا تبقى مصدرها يا دكتور؟ لو في اذن والنبي يا معلم. حاضر، تابعنا من التلفزيون هقول لك تحت امر حضرتك. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. وشوف الاملاح ديت والنبي، اهم حاجه الاملاح دي هي حاجه تانيه. حاضر حاضر عينيا. استاذ رضا عنده مشكلتين، مشكله حصواته واملاح ودي نمره واحد خلاص، ومشكلة الحاجة اللي عاملة زي البلحة اللي بتبقى في نهاية الحالب عنده، ودي حاجة بتبقى بتكرر كل شوية. الحصوات والأملاح طبعا المريض معروف كده طبيا ان اللي بيكون حصوة في مرة لازم بيكون حصوات تانية، يعني once a stone always a stone، لو اتكونت حصوة مرة لازم اجباري هيكون حصوات تانية، ما ينفعش نقول ده الحمد لله كانت حصوة وعدت ومش هتيجي تاني. طيب عشان نحاول نقلل تكوين الحصوات، احنا هنحاول نقلل تكوينها، او الحاجة اللي تتكون فورا نروح منزلينها اول باول ما نسيبهاش كتير. طب نعمل ايه مع الاستاذ رضا او مع اي حد بيكون حصوات؟ نمرة واحد، لازم نعرف نوع الحصوة دي ايه، دي مهم جدا ان احنا نعرف نوع الحصوة ايه. لما بنعرف نوع الحصوة ايه، دي حصوة اوكزالات او حصوة حمض بوليك او حصوة فوسفيت، بنبدأ ندي الفوار اللي هو مناسب ليها ان هو يداوب الاملاح بتاعتها، يعني مش كل الفوارات بتشتغل على كل الحصوات. دي نمره واحد، وده مبدا مهم جدا، ان مش كل واحد يروح الصيدليه يجيب الفوار الاصفر ويقول لك انا خدت الفوار الاصفر وخلاص هنزل. لا، في فوارات ساعات ممكن بتضرك لانها بتزود النوع الثاني. نمره اتنين، ان هو لازم كل ست اشهر يعمل اشعه تلفزيونيه نتاكد ان مفيش حصوه كبيره اتكونت، لان طبعا لو لا قدر الله في حصوه كبيره اتكونت دي بتعمل مشكله كبيره قوي 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 وما بنعرفش ننزلها. انما طول ما الحصوات صغيره من 2 3 4 5 مللي دي بتنزل بسهوله قوي بالعلاج وما بنحتاجش عمليات. يبقى نعمل تحليل بول، نعمل تحليل حمض بوليك في الدم، نتأكد نوع الحصوة ايه، ونبدأ ندي الفوارات اللي بتنزلها. نمتنع عن الأكل اللي بيزودها، يعني لو هي مثلا أملاك حمض البوليك نمتنع عن الفول والطعمية والكشري والحاجات دي على قد ما نقدر. نشرب مية كتير قوي قوي قوي، ساعة كل ساعة كوباية مية، دي بتساعد على ان اي أملاح تتكون تنزل أول بول. دي الحاجات الأساسية. الحاجة التانية اللي عاملة بقى زي البلحة عنده دي، أنا يعني أعتقد من الوصف كده بتاعها ده فتاء إربي، ملهاش علاقة بالحصوة خالص، مش الحصوة هي نازلة بتعمل تورم، لا، الحالب ده حاجة في نص البطن ما يبانش خالص على الجلد خالص، اللي يبان على الجلد كده حاجة زي البلحة ده فتاء إربي، لو كشف عن أي دكتور بتاع جراحة عامة هيشخصها له ويشوف لو كان محتاج عملية ولا لا. معانا أستاذ العربي.
العربي رشاد، مع حضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا يا استاذ عربي، اهلا وسهلا. الله يخليك يا حضرتك. امرني حضرتك. انا كان عندي التهاب في الحالب اليمين. ايوه. النتيجه الدكاتره قالوا النتيجه ان كان في وجود حصوايه يعني. اه. والحصوايه دي فضلت حوالي من 4 شهور لما نزلت. وبعد كده حصل زي نوع زي سداد بسيط عند الحالب اليمين وعند المثانه. اه التقاء الحالب بالمثانه. التقاء الحالب بالمثانه. بس الكلام ده انا خشيت في حوالي 9 شهور وباخد علاج لغايه دلوقتي، وعندي منطقه المثانه بطني من تحت كده فيها الم باستمرار 24 ساعه متواصله. كويس. وبحس يا دكتور زي ما يكون في حاجه، زي ما يكون في فوران. كويس. مرتجع كده، زي ما يكون في فوران مرتجع على الحالب نفسه. حاضر. ما عملتش اي عمليات مش كده في الحالب؟ لا 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 لا، هو كل الدكاتره حذروني من ان انا اعمل عمليه اللي هي، لان عندي السكر فحذروني ان انا اعمل عمليه اللي. طب عملت اشعه مقطعيه بالصبغه؟ عملت اشعه مقطعيه وطلعت ان مفيش، ان الحالب فيه ضيق من تحت عند التقائه بالمثانه. عند التقائه بالمثانه كده اهو. طيب عيني هقول لك اجاوبك دلوقتي حالا. ماشيكينا وشكرا يا دكتور. طبعا اهم حاجه في الكلام اللي قاله استاذ العربي حاجه واحده بس، هي اللي يعني ان هو عنده مريض سكر. يعني هو قالها كده في وسط الكلام ان الدكاتره حذروه ما يعملش عمليات عشان هو مريض سكر. لا، هو كل المشاكل اللي بتحصل دي ايه؟ ان هو ممكن كان في حصوه فعلا وهي نازله جرحت في الحالب، فلما بتجرح في الحالب مكان ما بتجرح والحالب يبدا يلحم بيبقى الحالب متليف، ما عادش بيتمط. يعني الحالب الطبيعي البول هو نازل فيه بيبقى بالظبط زي الامعاء الرفيعه. لما الامعاء الرفيعه كده بنحطها في الميه بتلاقي الميه نازله تنزل كده متقلصه. الحالب الطبيعي ان هو بيتمدد وهي الحاجه نازله، لما الحالب بيتعور كذا مره من نزول حصوه او كده او حصوه تكون مسدوده فيه بيتحول لمتليف. لما الحالب بيبقى متليف بيبقى اللي احنا بنسميه دي اللي هو بيقولوا عليه. طيب طبعا هو سمع كلمه ارتجاع، ارتجاع ما هو مش ارتجاع، البول ما بيرجعش. انما هو كل المشكله ان الكليه بتبدا تنزل البول تلاقي حاجه مسدوده فالبول خلاص يبطل ما عادش بينزل، انما مش بيرجع تاني يطلع لفوق. دي نمره واحد. طيب بالنسبه بقى لحكايه انه عنده ضيق وعنده سكر، الضيق ده علاجه اجباري ما ينفعش بالادويه. هو بقى له شهر بياخد ادويه مش هتجيب نتيجه. علاجه ان احنا بنخش بالمنظار، ده عمليه بسيطه قوي هايفه ملهاش علاقه بالسكر لان مفيش فتح جراحي. بنخش بالمنظار نوسع الحالب اذا كان بالمنظار الضوئي او بالليزر، وبعدين بنحط دعامه داخليه دبل جي لمده شهر ونشيلها بعد كده. ده كده مفيش ولا فتحه جراحيه، يعني السكر ما يتاثرش خالص والجسم مش هيتاثر خالص. انما هنساعد بعد كده ان البول كله ينزل كويس، ان ما يحصلش تكوين حصوات تانية او املاح فوق، لان طول ما في حصوات واملاح طول ما الدنيا هتتعب تاني تحت جامد قوي. فلازم يحصل توسيع للحالب، ده اجباري ملاش علاقه بالسكر بس لازم يحصل اجباري توسيع للحالب. طبعا مع تنظيم السكر، ان لو ادان السكر ما انتظمش كويس للاسف هيرجع الضيق تاني ويحصل في الحالب التاني ويبدا يبوظ الكليتين فوق. فتظبيط السكر ده اساس الموضوع كله. احنا للاسف وقتنا بيجري بسرعه، فانا عايز بس اقول كده كلمتين سراع على الفسيخ والرنجه قبل ما نخلص. الفسيخ والرنجه احنا قلنا الفوائد بتاعه الرنجه ان فيها احماض امينيه كويسه وفيها احماض دهنيه كويسه وفيها مغنيسيوم وصوديوم وبوتاسيوم، دي املاح كويسه قوي الجسم بيحتاجها، وفيها مضادات اكسده. كل الكلام ده رائع لو الرنجه جايه معموله ومتدخنه في مكان كويس، مش من الاماكن اللي هي بتعمل حاجات غلط. يعني تاكدوا من ان هي الشركه اللي عاملاها شركه معترف بيها، تاريخ صلاحيه صح. دي كده بنفيد جامد جدا جدا جدا، بتفيد الناس وبتفيد الرياضيين وبتفيد الشباب الصغيرين، بس طبعا باكلها بكميات قليله. مش هنقول الله دي مفيده نقوم ناكل فيها نفتري فيها. طيب ايه بقى الاضرار بتاعه الفسيخ والرنجه والملوحه والحاجات دي كلها، اسماك المملحه؟ نمره واحد، هي فيها كميه ملح كبير جدا جدا، فلما بتخش الجسم بتخلي الجسم يحتفظ بميه. الملح لما بيخش بيشد ميه كتير فيحتفظ الجسم ميه كتير، فبتاثر بترفع الضغط جامد جدا، فالناس مرضى الضغط للاسف بتبقوا في حاله خطره. نمره اتنين، بتاثر على عضله القلب لان الضغط لما بيزيد مره واحده بياثر على عضله القلب. نمره ثلاثه، ودي المهمه، ان بعض الاحيان بتاثر على المسالك البوليه، بتجيب التهابات في المسالك البوليه وبتضر الكلى نتيجه الاملاح الزايده قوي قوي. فلو سمحتوا نحاول نقلل من كميات الفسيخ والرنجه، ناكلها بس ناكلها بكميات قليله، نضيف معاها خس وبقدونس وخيار
ويتعسر عليها ليمون كويس قوي، نشرب ميه بليمون بعديها ونشرب شاي بنعناع. الحاجات دي كلها بتشد السموم شويه، وننتقي الحاجات من اماكن كويسه ونبعد عن الحاجات اللي مش كويسه. نقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون شم النسيم سعيد عليكم، وعيد قيامه مجيد للاخوان المسيحيين، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله بعد العيد باذن الله، وربنا يديكم الصحه وكل سنه وانتم طيبين. الى اللقاء.